منو قال الأغاني حرام؟ منو قال الحجاب واجب؟ منو قال هذه الروايات اللي وصلت لنا روايات صحيحة؟ فمن خلال هالشبهات تنشأ الآن جماعات تدعو إلى أنه ما نقلد. أنا عندي عقل، صح عندي عقل، هذا العقل أنا قادر أفهم فيه، في ليش أقلد المرجع؟ أنا بركز على فئة واحدة، الفئة اللي تلغي الروايات تعتمد على عقلها وعلى القرآن، على هالفئة فقط، يعني كلامي منصب على هالفئة. وبدأت تظهر، وين؟ أسمع وايد هذا، وين الأغاني حرام؟ هو يسمع أغاني فيقول وين الأغاني حرام؟ تقول له الرواية، يقول من قال الرواية صح، يجيب لي آية من القرآن الكريم، وأنا عندي عقل، أقول وش فيها الأغاني؟ شنو القبح اللي فيها؟ فيعتمد على شغلتين، يعتمد على عقله ويعتمد على القرآن الكريم، بس هذا مصدر التشريع الوحيد بالنسبة له. هذه الفئة أنك تناقشها وتجيب لها أدلة أسانيد ما تعقل هذا الشيء، وإذا سولفت معها في العقل هم صعب تفهم، تفرق بين عقل نظري وعملي، وين يدرك العقل، وكيف يفرق العقل بين الكليات والجزئيات، وشنو معنات الحسن والقبح، هو عقلي عقلائي، هذا كلام صعب عليه وايد صعب. فليش نروح بهالمجال العلمي؟ خلنا نسألك صاحب هالإشكالات كم سؤال، تفضل جاوبنا. واحد، تقول ما في، ليش نقلد المراجع؟ قرآن موجود. حلو. سؤال، كم صلاة عندنا في اليوم والليلة؟ تقول لي سيدنا خمس. حلو. سؤال، ليش صلاة الصبح ركعتين؟ تفضل جاوب. ليش قاعد تصلي صلاة الصبح ركعتين؟ في آية تقول صلاة الصبح ركعتين؟ لا. العقل يدرك أن صلاة الصبح ركعتين؟ لا. زي شلون قاعد تصلي صلاة الصبح ركعتين؟ آه عرفت الجواب، طلعت أنت تقلد أبوك، تقلد المجتمع. أنت حين ما تبي تقلد المرجع تفهمنا، بس طلعت أن أنت أم معه. يا شنو أم معه؟ يعني مع الخيل يا شقرة، وين مع الناس؟ أنا معاهم. إذا صار لك ساعة مأذيننا ومأذيننا ومأذيننا، آخر شيء طلعت تتبع المجتمع، نسيت الله سبحانه وتعالى يذم هالحالة؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على أثارهم في مهتدون في مقتدون. فطلعت أنت صاحبنا بس تتكلم تسولف وايد وقت الصجية، طلعت تمشي مع المجتمع، اشتراك إن صلاة الصبح ركعتين، اشتراك. الشغلة الثانية، اشتراك إن صلاة الصبح تبلش أول شيء بتكبيرة إحرام، بعدين تقرأ سورة الفاتحة، بعدين تقرأ سورة قصيرة، بعدين تركع. ولحظة، ليش تقول في الركوع سبحان ربي العظيم وحمده، هذا وين جبته؟ بعدين ليش تقوم وتسجد؟ ليش مو ليش سجدتين؟ ليش؟ وليش بعدين تتشهد وتسلم؟ وين قاعد تجيب هالصلاة؟ وين؟ وين هالصلاة مذكورة؟ إلا تقول لي شغلة واحدة، أي سيدنا اعترف أنا طلعت أقلد أمي وأبوي. أنت الحين مأذيننا ومأذيننا، آخر شيء تقلد أبوك وتقلد أمك؟ هل طلع التقليد شيء صحيح؟ ولا شو الفرق بين المرجع وبين أمك وأبوك؟ هذا واحد. اثنين، ممكن تتفضل وتقول لي أمك وأبوك شلون تزوجوا؟ عقد. سؤال، شلون صيغة العقد؟ وخلنا نقول هالكلمة، شو الفرق بين الزنا وبين الزواج؟ أي إنسان بعقله يدرك أن الزنا اتفاق والزواج اتفاق، صح ولا غير؟ والزنا إذا كان بدون اتفاق معناته اغتصاب، إذا الزنا اتفاق والعقد والزواج اتفاق، شو الفرق بين الزنا والعقد؟ تفضل، شو الفرق بينهم؟ الفرق بينهم كلمات. السؤال، شنو هالكلمات؟ وين عرفتها؟ أشوفك وقت الزواج رحت جبت شيخ معمم يعقد لك، وإذا تقول أنا ما أسوي كذي وهذا نادر، معناته أمك وأبوك عقدهم في إشكال، إذا كان فيهم في عقد إشكال حسب مبناك وتصورك معناته وضعك مو سليم، لأنه ما صار العقد الشرعي الصحيح. فإذا أنت تنكر هذا الشيء، شلون تزوجت؟ وأمك وأبوك شلون تزوجوا؟ ومن قال هذا العقد اللي سوى صح ولا مو صح؟ هني ترجع للشيخ تجيب سيدي يعقد لك. ليش؟ ثلاثة، أغلب هؤلاء يفتضح أمرهم في مكان واحد شفته في حياتي، وين؟ من يعرفه؟ الحج. كل هذيل يرجعوا لك في الحج، يخاف. ليش؟ ليش ترجع لي في الحج؟ أنت عندك عقل وعندك قرآن، ليش تطوف سبع شواط؟ ما أدري يطوف على كيفك، ما أدري شلون راح تعرف حكمك الشرعي. ليش تصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين؟ ليش تروح تبلش بالصفا وتنتهي في المروة وتطوف سبع وتسعي سبع أشواط؟ ليش بعدين تروح تسوي طواف نساء وتسأل؟ أنا شايف هذيل، أنا متعامل معهم وقت الحج وقت العمرة يخاف يسأل. ليش؟ وتود تقول ما في تقليد وهذيل يتشذبون، هذيل العلماء مو صح كلامهم، وليش ترجع لهم؟ سوى أعمال حج من نفسك، سوي لك دستور أنت صاحبه. إذا الكلام كلام فاضي، كلام فاضي كذي. وقت هو
ما يقلدون لي مسائل معينة. أول شيء الخمس عندهم مشكلة شخصية معه لأنه فلوس. شغلة ثانية في مسألة أغاني، مسألة ثالثة في مسألة حجاب، فأربع خمس مسائل ثانية. هو يبي يعيش مستانس فيحط هذا كله بقالب إنه ما في تقليد، وهذا خطر. إذا الإنسان منحرف ليش يكبر دائرة الانحراف؟ أنت عندك مشكلة تحرر أحكام شرعية، خو كيفك تحرر منها، بس ليش تزيد؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف آية عجيبة تبين هذا كله. هذا الإنسان اللي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بعدين سوى وقف، لا دام أنا ما أتوقع هذه مزرعتي تروح، زاد السالفة، وما أظن الساعة قائمة، ما في دين ولا في يوم قيامة. بعدين يزيد ولئن رددت إلى ربي، افرض في الله لأجدن خيرا منها، الله يعطيني أنا خوش إنسان، الله يعطيني أحسن من هذين المؤمنين. يزيد الانحراف يكبره، ما يختصر فقط على مقدار معين. فإذا الإنسان عنده مشكلة ما يبي يخمس، وخليك أقلد بس لا تخمس، شيء راجع لك. أنا ما أقول لك لا تخمس، يعني إذا أنت عندك مشكلة شخصية شيء راجع لك، الله راح يحاسبك يوم القيامة. بس ليش تزيد الدائرة، تزيد الإثم 2 و3 و4 و5؟ ثم أخيرا، أنت اللي تقول ما في تقليد وكذا، سؤال هاي البنت لمن؟ ولا الولد يسوي عمره 12 13 14 سنة يرجع حق منه؟ إذا أنت تقول مثلا هذا يسوي كذي يسوي كذي، إذا في النهاية صرت أنت المود مرجع، ما سوينا شيء، ما فررت منه وقعت فيه، أنت صار لك ساعة ضد التقليد وحين تبي الناس تقلدك. في رأيك نسألك هالسؤال، هذا رأيك صح ولا غلط أو ما تدري؟ إذا كان رأيك غلط أو ما تدري فليش مأذينا؟ تقول أنا والله ما أدري سيدنا، ما أدري، بس ما في تقليد. بزين هذا اللي قاعد تقوله الكلام ما في تقليد، أو نرجع للقرآن، هذا الكلام اللي قلته هالجملة حط عليها خطين، هذه الجملة لا تخلو من أحد ثلاث حالات، إما كلامك صح، إما كلامك غلط، إما ما تدري. إذا غلط وما تدري بعد ليش مأذينا؟ وإذا كلامك صح، إذا أنت صرت بعد مرجع أن تبين نقلدك في هالرأي هذا، إذا أنت بعد صرت مرجع صرت نفس الشيء، ما تبي الناس تقلد سيدي فلان، تبي تقلدك في هالمسألة، تقول أنا كلامي صح، كلامي صح يعني شنو؟ أنا الصح يعني شنو؟ يرجعوا لي أنا أقول لكم الصح والغلط. إذا أنت صرت مرجع في هالمسألة، ما عرفنا، الحين صار لك ساعة تقول ما في تقليد، وحين تبي الناس تقلدك في هالمسألة وتقول صح كلامك صح ما في تقليد، إذا نرجع لك في هالمسألة، وهذا تقليد لك، صرنا مقلدين. شو معنى التقليد؟ أخذ كلام الغير، هذا معنى التقليد، أخذ برأيك.